يا أمتنا يا أمتنا لا تنسي ماضي عزتنا سطعت بالعدل حضارتنا وأنار الدنيا ماضينا يا أمتنا يا أمتنا لا تنسي ماضي عزتنا سطعت بالعدل حضارتنا وأنار الدنيا ماضينا وأنار الدنيا ماضينا توحيد الخالق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، عشر كين اللي هي اللي حذنات كتابك كشف الأسرار كوحنك بالله بدون هدور ربي أقلاده بقى لباب وقل إيا أفر إيا لباطن إيا قيب تصدحات إيا مضارع فعلا أو يفعلو كي مادا يفعلو فعلا ومضارع إيا قيب تصدحات أفر قيبات أي فعلا حق مضارع أو قيب سنتا قيب نوع يكسر باليدا يو يفعلو وانسامرني قيب نوع يضم باليدا يو يفعلو وانسامرني قيب نوع يفتح باليدا يو يفعلو وقيب تنهدا عن مرينو نوع يكسر لح قيبات بوها نوع يضم نشان قيبات بوها نوع يفتح نوال لبية طبعا قيبات بو نوع نقونا يا وكان المرينو حروف الحلق اللحدة أي اللحدة سمر عينك اللحدة بأي دقيان هذا إسلام مركلة أي اللحدة باللام كدقيان لبل حاد اللي اسكوكي يا لبية طبعا بين نقونا يان كل دو فعل كفا علي هاي حروف الحلق اللحدة هنا أما أي عينك دقان أما أي لام كدقان وحوي نوع يفتح بو النقل او مضارعهان على وزن يفعل بالقوكيني. ثالثا كصدحان ما يجيء واك ايمانيا على وزن يفعل وزن كي يفعل اكو ايمانيا تصالياش ايا اوه الرئي او وين تصاليني امثلته وتصالياش يسي قال وحكو قولي زهير بن ابي سلمة زهير بن ابي سلمة نكي لأرنشري تراه إذا ما جئتهم تهللا كأنك تعطيه الذي أنت سائل تراه إذا ما جئتهم تهللا كأنك تعطيه الذي أنت سائل أن وحى زهير بن أبي سلمة أوليه هاي نمبو أمانة يا ديقسي نمونكو أمانة يا تراه ننك واض أركي سابو يري إذا ما جئته مركع أطي مادو متهللا نساقو كاها يا أما نورا يا فرحض يا دلالك كمغضا يا ديق والله يا ذركيسا تراه واضركيسا ننكا إذا ما جئته مركع أطي مادو متهللا نساقو نورا يا أما كاها يا ذركيسا كأنك واحد بلغ مودا تعديه إن أبنك صين يسوع الذي كي أنت عديك سائله السؤال نيسي عديك مسكين أمرك أبنك ديق سجاء وتقطه وكو فرح يا سيدي واحد وحسين يسوع هذا واحد ما بدو يدي سين يسوع هذا أنا عديك بكو فرح يا سيدي واحد وحسين يسوع كل هالجبايجا هذا واحد إنه موقدا كأنك تعديه كبع موقدا إن كاف قادم بهابو أهاني يسيد عن فيليو كأنك تعديه الذي أنت سائله أذيقو مسكينة مركا أبنين كانو تكتو أدو وحوي ديسانية ووكوكو فرحيا سيدي واحد أذيقو وحسين يسو أذيقو أحدي أدو وحوي ديسانية سو ماها سيدي قني واحد أي وحسين يو كانو كوكو فرحيا تراه ننك واضر كيسا إذا ما جئته مركا أدو تماد متهللا باتكو عر كيسا إساقو كاهايا كأنك وحي أبلغو مودا تعديه إن هذه سقى صينا يسوق وقفر حسيهاي الذي كي أنت عديك سائله السؤال نيسي ساس أي أردك هذا الك هذا لما حلو شاهدك أنه وإريك تراه ترى وافعل مضارع وفعلاء حرف الحلق همساء أي كدك هلك عينك تراه رأى بو ما دوك رأى
رأي أبو أها ترى مركاتنا ترى أبو أها أصله ترى أيو ولبنا ترى أيو يأذى الضم بأيال اللي تحرك حرف العلة وانفتح ما قبل قلبة العلة أليفا ترى بين نقطي يلو ترى أيا همسها هلك ترى همسها حرف الحلق قاع أيا لفتيسة حرف علو كلا لقد يجيو حركة دي سيف فتح هذا هيد بحر هذا اللون نقلية تحرك حرف العلة وعنده ساكن وصحيح حوك لا أنت لقاطي إلا إن همسها مرنا حرف صحيح على قد يجا مرنا حرف معتلا على قد يجا محمد بن مالك نحجة إبدال كمرك ومريي وحر أحرف الإبدال هدأت موطيا هدأت موطيا واحد كتير كل كحر همسية كتير أو كم هذا وحروفها اللي سكوبت بدلو همسيبا مركي حركة دي سيلا نقلية إرادة اللي جيي ترى إيا ألف كي دنبار ريبانا ينقضينا التقاء ساكنين ودعي همسيها لفتي سألف بالي سكدب بدلي لبدي ألفنا كي عين كي همسيها كي يميد بالحدفي ترى أبو نقضي مركا ترى ترى هذا مركا هذا يكتو هدي لقل وزن كيسا شاج وتفالو أضالوك ترى تفالو 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 عين كي ما مقنو همسيها ترى صبرت أن يفعلوا أجتمن وحرف الحلق يهمسها إبرت عينك الدقيوي. قال الشاعر جبيابا جبي تري لورنجري درافة ابن العبد وابن العشرين إنك لورنجري عن المار إلا تسأل وسل عن قرينه فكل قرين بالمقارن يقتدي عن المرء قفك لا تسأل حقي سوحبها ويدين هالسؤال أوقفك وحبها سؤال ورحالك هذا كورنيو سديتها إيو ما ونكسنتها إيو ما حنتها إيو قفكها أرنن ساحبك يونك قف عدو الله شاهد عدو الله شوق ونأك وحكا كسو بعدانتا وحي هيب حالك هذا سو عدان دانتا مركا ويحوي قفكو سوماليد هالك كتير عشن بربشن بركيسو الله دولا ويانو هذا أصحابتها هذا حنتها أدقا حن هذا أصحابته ذو ناكسن تهينا أذجا وناكسن كل بقفك عدا والله صعنا إياه أما والله صاحبه إياه أما وكأنه وانا إياه واحد تاي عدا وآمنين هاي آمنين وياي عن المرء قفك حقيسة لا تسأل وحدها سؤال وسأل واحد ويديسة عن قرينه صاحبك أم ويدي فكل قرين صاحبك استعبا يقتدي وحو كدينا يا بالمقارن كمقارن كويسك لحريرسان أما الله صاحبي كاوم بو كدينا يا محل شاهد كنوا لا تسأل لا تسأل شاسي واسأل أيو ماضيقو أفعلا يفعل بو كئمنا يا أو يسألو سببتنا وحوي حرف يحروف الحلق يقولون جري همسها أيا برت عينك كدقي وإسكم مد مركاها الدبا ترائي تسألوا وإسكم مدونه همسي حرف الحلق قاهم بعمد كاستي عينك كدقي لكن ترانا ولا إعلالي تسألنا لما إعلالين قال تعالى كل كان همسيه مرنا عين بودقي مرنا اللام لبضات صالع عين بودقي إسألوا اللام دقيان هذا ما أباها النهاي قال تعالى اللي أيايري فمن منك أوتي الله سيئو كتابه كتاب كيس بيمينه مدك تيس اللقا سيئو فأولئك كواسي يقرؤون وي أخريان كتابهم كتبته وي أخريان ومفرد المضاف لمعرفة يفيد العموم ولا يظلمون اللقا الظلمين ما يفطيلا فطيل وحي يرؤو دي باشا يرين نقير كي يفطيل كوا باشي لو يقاني تمرتا لقبك يقسان جري فطيل وحي ير لقا الظلمين ما يريبا هذا لقا كنايون ايا ولا يظلمون فطيلا آيات القرآن كما حل شاهد كان وحوي يقرؤون قرأ أيها فعل كما قرأ وفعل حرف كي همسها هاي حرف حلق أها أيا كدقي لامك يفعل بمضارع أهان أقو إيماني ويقرأ بعضنا المركعة هذا لها همسها دول عين كدقي والا بضا تصاليه هنا هذا لام كدقي نوا يقرأ ذن هذا عينه هينه يقرأ صبرت يفعل أقو تمن شيء كدي لغيره وهمسها لام كدقي بعضنا ليس قرأ همسي بهالك لام كدقي قال أبو الأسود الدؤالي وحر نكي أبو الأسود الدؤالي لأورنشري قال أبو الأسود وحر أدو ألي وقذني هلك أدو ألي بقراني أدو ألي أبو الأسود الدؤالي وحر لا تنهى عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم لا تنهى نيه هنهين هديد عن خلق أخلاق يبقى هديد أو هنهين وتأتي أذيك الله إيمانا مثله كأكل من هذا الله إيمانا هذا تهي تاريك الصلاة هذا ندد كتنا تاريك الصلاة كان وعدي يا والله قل يا أبي يا أم
hadaa tahay nin qayilo oo tiraa dadka qayilo ayaan jaadka ka waaninayaa waa lagu la yaabayaa uun sababtu waa maxay deeni waxa dadka u diideysaa horta adiga in marka hore aad ka tagto ayaa kuu wanaagsan la tanhaaha ka nahiin an khuluqin akhlaaq iyo dhaqan dadka ha ka nahiin wataatiya adigoo la imanaya midlihu kaa diideysa kulamida beeraadu haduu yiraa dadku beenta iska daayaan waa lala yaabayaa uun horta aduu maad naftaada ka bilowdidin baa la odhanayaa aaru waa ceeb caliika dushaada ayuu ku yahay idaa facalta markaad saa samayso cadiimun oo weyn waad ceeboobaysaayo ceeb weyn buu kugu yahaye waxa aduu aad samaynaysa dadka ha u diidin maxalu shaahidkeennu waa laa tanha ereyga laa tanhaa waa nahaa buu ahaa asalkiisa nahaa haadii ayaa degtay halka caynka nahaya buu ahaayo facala ah yanhaa baad odhanaysaa yanhayu buu ahaa yanhayu yanhayu yafcalu sababta uu ugu yimid waa xarfu xalqiga haada ah ee barta caynka degay weeyey barta caynka ayuu degan yahay isla haadanoo laamka degtay tusaalayaasha dambe ayay inoogu imaniyo mid kasta 12 waynu tusaalayni haadiyo laamka degtayna waynu tusaalayn doonaa xagga dambe inoogu iman doontaa laadani waa naahiyo laada naahiyadii ficilka muctanul aakhirka amarka la jasminayo xadfu xarfulcili ay ku jasmisaa waa cashirkeenii saaka aan maraynay haddii uu kolkaa ficilku alif ku buko alifkaa la jariyo fadxaa loo reebi laa tanha tanhaa buu ahaayo alif buu ku dhammaanayay laadana naahiyo sidii lam oo kale ah kolkaa ficilka mudaaric markay jasmiso xadfu xarfulcili weeyiy alif bay ku jasminaysaa qaala tacaalaa alle ayaa yidhi wamaa kunnaa annagu manihin mucadibiina kuwa cadaabaya ma nihin xataa nabcaso ilaayoon dirno rasuulan rasuul ilaayoon ummadda u dirno ummad aan rasuulba loo soo dirin cadaabi mayna buu ilaahay leeyahay wamaa kunnaa annagu ma nihin mucadibiina kuwa cadaabaya ma nihin xataa nabcaso ilaayoon dirno rasuulan rasuul ilaayoon u dirno cadaabi mayno ilaayoon rasuul u dirno oo loo digo lama cadaabayo waxaynu u jeednaa nabcafa waa ficil mudaarici maadigiisu bacafa buu ahaa oo facala ah yabcasu buu ku imani oo yafcalu ah sababtuna waa xarafkan xarfulxalqiga ee caynka ah ee barta caynka degay xataa nabcafa nabcafa waa ficil mudaaric oo hadda mansuuba waa saxiixu laakhir calaamatu nasbuhuna waa fatxada waayo kuufiguna xataabaa nasbinaysa buu kuleeyahay besriguna xataada dabadeed baa an laga xadfay ay ku jirtaayo antaasaa wax nasbinaysa buu leeyahay qaala shaaciru gabayaagii wuxuu yidhi amiin la odhan jiray ama taqiyuddiin na naanaystiisa ay ahayd amiin taqiyuddiin gabayaagii la odhan jiray wuxuu yidhi qad rakibna albixaara naascaa ila almajdi ubaata alkhumuuli ahla ijtihaadiin faacilaatun mustafciluun faacilaatun faacilaatun mustafciluun faacilaatun wuxuu yidhi gabayaagu qad rakibnaa waxaanu kornay albixaara badaha ayaanu kornay waa min tacbiiri almaxal wairaadati alxaali waa majaas mursalo calaa qadu ay tahay maxaliyo ilan badda lama fuulo e marka baa la fuulaa qad rakibnaa waxaan kornay albixaara badahaanu kornay bimacnaa maraakiibtii badahaanu kornay nascaa annagoo u yaacayna ilalmajdi xagga sharafta annagoo u yaacayna ubaata alkhumuuli qarsoonida annagoo diidan meel aanaan magac ku lahayn annagu ma doonayna inaan ku noolaanno ayuu doonayaa inuu ku yidhaah ubaata alkhumuul khumuulka iyo qarsoonida ayaanu diidannahay ahla ijtihaadin ijtihaad iyo dadaal annagoo u ehel ah ama dadaal u saaxiiba maxalu shaahidkeennu waa nascaa sababta uu yafcalu ugu yimid waa xarfulxalqiga caynka ee barta caynka degay maxaynu u soo laba celinay ilay nabcasaba xarfulxalqigu cayn buu ahaa caynna waa deganaay waxaynu isku tusinaynaa ama muctalulaami bilyaa'i ha ahaado ama saxiixulaam ha ahaado sidii tas'al iyo taraabe hamsaha aan u soo laba celinay ee ujeeddadeennuna ay ahayd ama muctalulaam ama saxiixulaam kuu dooni ha noqdo qaala shaaciru nin gabayaa ayaa gabay tiriyo wuxuu yidhi ayaa jaamica dunyaa ligayri balaaqatin liman taajmacu dunyaa wa anta tamuutu ninka adduunyada urursanaya haddana ka geeriyoonaya ninka ayuu la hadlayaa wuxuu yidhi ayaa jaamica dunyaa adduunyada kan urursanayow
lighayri balaaqatin gaadhid la'aanteed isagoon meel ku gaadhaynin kan adduunyada urursanayuuno liman ayo ayaa tajmacu u ururini adduunya adduunyada wa anta adigu tamuuto waad ka dhimanaysaaye kan adduunyada urursanayo horta adduunyadan yaad u ururin waad ka geeriyooniye waxaynu doonaynaayo maxalu shaahidkeennu uu yahay liman tajmacu dunya wa anta tamuutu liman tajmacu daa weeye tajmacu maadigu jamaca buu ahaa facala ayuu ahaa mudaaricuna yajmacu tajmacu abuu ku yimid oo yafcalu buu ku yimid sababtuna waxa weeye xarfulxalqiga caynka ah ayaa bartii laamka degay qaala shaaciru gabayaagii wuxuu yidhi durrumme la odhan jirayna ولم أمداح لأرضه بشعري لئيما أن يكون أصاب مالا مفاعلة مفاعلة فعول مفاعلة مفاعلة فعول وحلية يعني إنك قبا ياقيه نليتا ولقي قبا يكمان مان أنا قو إيدا يونين وشين هايستو قف بعضون شرف لهين شيلين كيسا مياتكو قدريسا weligeeba shilinkiisa kuma qadarin buu yidhi ninku hadduuna sharaf lahayn una iskii wax jiro u ahayn shilin buu haystaa lagama yaabo buu yidhi inaan ku qadariyo walam amdax ma amaanin liurdiihi si aan u raalli geliyo bishicrii gabaygayga aan ugu raalli geliyo laiiman mid liita an yakuuna liajli an yakuuna uma ammaanin inuu yahay darteed asaaba mid helay ama asiibay maalan maal maal buu haystaa u ammaan aniga iguma jirta buu yidhi ninkaa waayo laakiin qofka markaan ammaanayo waxaan u ammaanaa aragtidiisa iyo kartidiisa iyo dadnimadiisa iyo naxariistiisa iyo dulqaadkiisa iyo sharaftii qofka bani aadamkii u lahaan jiray xaggaa ayaananu qofka ka eegaa oon ka qiimeeyaa buu yidhi maxalu shaahidku waa ereyga walam amdax 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 waa ficil mudaaric maadigiisu facala buu ahaayo madaxa buu ahaa madaxa isagoo a yafcalu buu ku imanayaa mudaaricaano yamdaxu baad odhan yamdaxu sababta uu yamdaxu ugu yimid oo yafcalu ihi waxa weeyaan ilan xarfulxalqigii xaada ahaa ayaa barta laamka degay haddana saxiixulaakhirka waa la jasminayaayo lamtaa jasminaysa sukuun baa lagaaga baahnaa marka la jasminaya waa kan sukuunkii qaala tacaalaa alle ayaa yidhi walaa tajhar hala jahrin bisalaatika salaadaada hala jahrin walaa tukhaafid bihaa hoosna ha u dhigin wabtaqi dalbo bayna daalika kaa dhexdiisa sabiilan jid ka dalbo waxaan qaylo dheerna ahayn hoosu dhigidna ahayn dhexdooda dariiq ka dhigo oo samee ereyga tajhar maadigiisu jahara ayuu ahaa jahara jaharana waa facala mudaaric ahaan yafcalu buu ku iman oo yajharu a ama tajharu a sababtuna xarfulxalqigii haada ahaa ayaa barta caynka ka digay oo waaba soo marnoo laa tanha can khuluqin baan ku soo marnaye maxaynu halkan u soo laba celinay soo laba celin maahe waxaynu ku ishaaraynaa ama laamku muctal ha ahaada sida tanha ilan laamku yaabuu ahaaye ama saxiix ha ahaata sida tajhar oo kale sidii nascaa iyo tajmacuba aan u keennay nascaa iyo nabcathu baan doonaynaa sidaynu u keennay tanaahu iyo tas'aluna aynu u keennay sidaasoo kale ayaa lagu leeyay laamku ama muctal ha ahaado ama yuuna ahaanin qaala tacaalaa alle ayaa yidhi xuruuftii khaadii baa markaa inoo dhiman iyo qayinkii baa inoo dhiman kolkaa qayinka tusaale ahaan maynaan tusaalayn oo xagga dambe ayaynu kaga hadlaynaayo halkan aan ku tusaalayn doonaa dambe laakiin khaadii baan hadda doonaynaa qaala tacaalaa alle ayaa yidhi walaa tabkhasu ha baksiyina annaasa dadka ha baksiyina ashyaa'ahum shayyadooda oo qiimaha ku fallisina walaa tacsaw hana fasahaadinina fi lardi arlada dhexdeeda mufsidiina idinkoo fasahaadinaya rabbigeen ayaa inale dadka ha baksiyina oo ashyaadooda ha ku baksiyina arladana ha fasahaadinina e islaaxaa ilaahay uu arlada ku sameeyey u ogaada oo u daaya walaa tabkhasuudaasaan doonaynaayo ficilku waa bakhasa isagoo bakhasa u bakhsay bay soomaaliduba tidhaayo carabigan unbaynu qaadanaaye bakhasa isagoo anaad yabkhasu ku keeni ama tabkhasu ama abkhasu ama nabkhasu sababta aan yafcalu ugu keenaynaana xarfulxalqigii khaada ahaa ayaa barta caynka galay kolka xarfulxalqigaasina waa daa jaalibulfadxa weeyaanoo yafcalu buu ereyga ka dhigayaa tusaalayaashii baynu halkaa kaga baxnay
halkana aqsaamti baan doonayna inaan ogaano waa 12 qaybood oo u qaybsamayo lixda xaraf ee xarful xalqi mid kastaaba cayn iyo laan buu degi de lix laba lagu dhuftey maxay noqonayaan 12 kaas aynu u baahanahay halkan inaynu ku aragno bi idnillaahi ta'aala aqsaamul mudari'i mudari'i qaybihiisa الذي مضارع أو يجيء إمانيا على وزن يفعل يفعل وزن كيغا كو إمانيا ينقسم واقعيب سمي المضارع مضارع الذي مضارع أو يجيء إمانيا على وزن يفعل كو إمانيا إلى 12 نوعا لبية طبان نوع بو أقعيب سمي وهي لبية طبان كان نوع الأول ككوبان مهموز العين واك مهموز العين كالليلاء عين كأي همسة كقشي همسي بحالك عين كفريسان أيا تعريف كيسي واكن هو يسوي كل فعل وفعل كسته وعلى وزن فعل فعلى وزن كيغا كدل سقناضي الذي كاسو عينه عين كيس همزة همزة ويهي وذلك كاس مضارع سأل سأل مضارع ويهي وجأر جأر مضارع ويهي سأل يجأر لبدا إلي أي مضارع نقنية تجأرون إلى الله واتي آيات القرآن كيها إذا إلهي حقيسة آيات سومك انجليسين سألنا وسؤالي وي يسألوا إيا يجأروا إيا ونحوه ما وحي لمضى فإنه إساقوا يجيئوا إيمان على وزن يفعلوا بوكو إيمان كما سيدا في هذه تنقصوا قناتي الأمثلة تأتوا صالة ياشاء أسألوا بعضنا أنا سؤالنا أسألوا أسألوا أفعلوا بوكو إيمان عينك ولا فتحي وهمسي إلين همسي بحالك عينك الدقي قال عبد الله بن رواح وحجري عبد الله بن رواح وحجري رضي الله عنه الله أكرر علي هذا halka taaban filaya inay ka maqan tahay abdullah ibn rawaha wuxuu yiri allah ka raali ahaaday waa saxaabi laakinani as'alu arrahman maghfiratan wa ta'natan dhaata farqin taghdifu zubada mustaf'ilun fa'ilun mustaf'ilun fa'ilun مستفعلون فاعل مستفعلون فاعلون سحابكو كان ما واحد مودا قبل يقول مركو تيرين ايي قابك قبل يقول تيرين ايي ونولي وشهيد ويقول لكنني ها ها تي اني قبو يري هدان اسكي قلقي ورما اني قدوني دي دي يدام عايق هدان دين كشاكي يبو لكنني ها ها تي اني قبو أسألوا واحد سؤالنا يا الرحمن الله نحريص تبضا إن أدو مديس قدينين إيه سؤاشنا ويديسنا يا أنيقو قدينين وحان ويديسنا يا أبو يلي مغفرة تنبا ويديسنا يا إنو دنبقى إيقا نعفو وطعنة دوحدنا وان ويديسنا يا ذات فرغ بلاد صاحبة وتغذف طورة يسابو كليه الزبادة زبادك وحوي لبانت برعبك أوكلا نيقو ميرو كبحو oo aad u balaaran dooxid laygaga sameeyo oo ilaahay dirti layga dooxo taas aan ilaahay ka baryayaa buuri horta hamigaygu ani waa taas u yidhi in dooxidaasi ay igu dhacdo oo ilaahay dirti aan u shihiido dambigana ilaahay iga dhaafo damacaygu waa ka buuri waa saxaabigi laakinani anigu as'alu waxan su'aalanayaa arrahmaana ka naxariista badan مغفرة دنبي داف أيام ويديسن وضعنة دوحد نوان ويديسن ذات فرغ فرغ صاحب أو بلار صاحب أو تغذف صوته ريس الزبد الزبد كصوته ريس برعليق أنبوغة شيدة عدالك أسأل ما محل شاهد كينو أويهي كالبادوان نسأل كقولنا قول كين أو كرب ويهي نسأل الله إلهي أيان سؤالنا إنا العفو إنو إن عافيو والعافية إيا عافية إنو إن نصيو في الدنيا أدوية لنحذة إيا والآخرة آخرة نسأل النوم بانكو بالله نيسو حلقي العين كي أونا أو همسي ولا عين كون دقيا كهوري أسأل همسوها كنوا نسأل تاضي يادي تجأر بعض رنسواد مغنقليسا قال تعالى إلهي أيايري وما محي أيا بكم إذنك إذن كسوغان وما كبكم إذنك إذن كسوغنا ذي أو من نعمة النعماء فمن الله حق الله أيو إذنك أهاتي وحنا الهيستين أو نعمئه حق الله أيو إذنك أهاتي ثم إذا مسكم مركو إذن تابتو الضر لب
فإليه حق الله أقول أم بتجأرون أسوي يا عيسين أما أتوا مجن جليسين تجأروا ذاسي طعب على قب الله وضي صبرت يفعلوا أي أقوتي مدنا وحوي محي همسي بهالك عينك كدجن يا هدان دوني نوى يسألوا يي قال الشاعر قبياجي الشريف الرضي الأورنجري الرضا ما هو الرضي قال الشاعر شريف الرضي وحر شريف الرضي نكى الأورنجرينا ومن يسأل الركبان عن كل غائبين فلا بد أن يلقى بشيرا وناعيا واحد قصته ما كان عدد ودوين كيستأكتو عدد كسفر كعض ورئيستهون ما هذا عيد عدد قرتو دائمًا بشارين يئيو ينن قيل نعنا الله ماذا بواد لكل مبولي يهي من قيل نن أول شيء لجن حسدة أو ديلا أنين سدة ينن شيء لجو فرحه أو بشارة سدة الله ماذا بواد لكل ما يساب كل يهي الله ماذا بواد لكل ما يايو قف كاس الله ماذا بواد واقوس ديا ومن يسأل منك سؤاله الركبانا ضدك سفر كأنك سؤاله عن كل غائب وحكست أو كم مقن فلا بد وحلق ما مارمانا أن يلقى إنه لكل ما بشيرا من بشارين يا يو الناعية من برديق وظل بضبا يسأش أسندوننا هذا همسيه هل كيد دقي أيه إنه كصابحنا همسيه هل كعين كيد دقن بينه كصابحنا أفرت صالا كصاق عظم همسيه هل كلام كيد دقن أنا أجنو أثاري كلا بعض مهموز اللام اللام ككي لقى همسيه يوي وبرت اللام كأمر كي همسيه ويدكتو هو يساق كل فعل وفعل كسته وعلى وزن فعل فعلى وزن كيغا كدل سقنا ضي الذي فعلها او لامه لام كيس همزة همزة ويهي وذلك كاسي مضارع قراء قراء مضارع ايغو كلب وي قراء او اخري وملأ ملأ مضارع ايغو كلب وي ملأ او بوحي ايو النحوه ما وحي لبضع لمذا فإنه يجيء وئما على وزن يفعل يفعل وزن كيغا ايو كوئما كما كيب ويان في هذه تنكو نحسقنا الأمثلة ايتو سالة ياشا أقرأ وان أخري ايا او كلبوي أقرأ وان أخري ايا كما في حديث عبد الله بن مسعود عبد الله بن مسعود حديث كيسي رضي الله تعالى عنه وحديث كي صحيح البخاري كقرنا صحيح البخاري باب كلو يقام باب من أحب أن يسمع القرآن من غيره باب كا أي حديث كان يكون سواء أروري قال وحي عبد الله بن مسعود قال لي وحي يقول لأن نبي النبي محمد عليه الصلاة والسلام اقرأ أخرب يقول علي دشيد القرآن قرآنك قلت وحن كل دانو يابا أقرأ ميان أخري يا وسؤال أقرأ مان أخري يا عليك دش هذا مانك هو أخري قرآنك هذا وعليك هذا دش هذا أم بعد أنزل اللي جسود جيه نبي محمد وما هذا قرآنك اللي جسود جيه وسنة قريبة إلهي أون إدين لحين وملك الجبريل أقول إدين لحيو أيضا نقول مسكين وأضان أدون سعينا كقول الأخريو من جواب رسولك قال وحي عليه الصلاة والسلام إني أنيق أحب وحن شعاله أن أسمعه قرآن كإنان كم مقلو من غيري غير كإنان كم مقلو أيان شعاله إقو أخري حديث كاو حكو قرآن أقرأ أقرأ ذن أسأل كي يقوحها أقرأ بوها أقرأ أقرأ ذي مضارع هيدي همسة لقو باللوضي أي همسة الاستفام لقوه الرئيسي أقرأ بو النقضي أقرأ من كنغو دوال مدايو ألف مدن بالك أقرأ بالي لهذا ميان أخري يا عليك دو شعب أقرأ ذني هذا أفعال وحي أقتمد ماضي قرأ أبوها أفعلاء لكن همسة حرف الحلق أها أيا برت اللام كدقي نون هذين كوب اللابنا ينوى نقرأ ونقع أخرينا وذلك كاسي مثل قولك وقول كاغ أو كلبا نحن أنقع أيان نقرأ أخرينا القرآن قرآنك أنقع أخرينا قرآنك أنقع أياكو أخرينا نقرأ ذا سندوني نوى نفعلو نقرأ ذا سوى نفعلو سيدي نومو قتايي كتمت تملأ واد بوحين يساوي تملأ واد بوحين يساه كما في حديث أبي مالك أبي مالك حديث كيس سيدي كقرنا أبي مالك الأشعري رأي أشعري
قال وحي لي قال رسول الله رسول كي إلهي أيايري صلى الله عليه وسلم الظهور ظهور شضر الإيمان إيمان كبرك ونظافته والحمد لله أرجع الحمد لله إهنا تملأ الميزان ميزانك أي بوحن وسبحان الله والحمد لله سبحان الله والحمد لله لبدا إرينا تملأان وحي بوحن يا لبداسي أو تملأ أما مفردهان بالوغة قصدي وحي بوحن كلمة داسي ما كبين سماوات سماواتك إيو والأرض أرلد أود حيا إرك إيو دوك إنت أود حيسا أي كو بوحن سبحان الله والحمد لله أدات لهذا والصلاة صلاة لتكن يا نور ونور والصدقة صدقة للبح يانا برهان وحجو وحجو صدقة من الصدق بما كتم دو وحيب أر وحيب مرخاتي كتاي قف كان صدقة للبح يا قف آخر رميسان وياي يوم الجزاء والبعث من رميسان أي إلهي درتي صدقة للبح صدقة صدقة وحلوه بحمادة وصدقي نينا وحلو الرميسانين ونسلعين وحن أبال بات كيلي تينو بحياوي عركتاي ما نبعون أبو كورنايا والصبر صبر كنا ضياء وافتين جدك سراده مدهو وحد كنا فايسا صبر كاغا والقرآن القرآن كحجة حجة أيو يهي لك عديق أيو كو يهي أو عليك أما الدش هذا أيو كو يهي حديث كان مسلم ابن حجاج باوري وحنا كسو صاري صحيح المسلم كمجلد ككوبان باب كلو يقانو باب فضل الوضوء صفحة الله رب قل إيا صدح بكسو صاري محل شاهدك أنه تملأ أما تملأ آنيو تعلق بالله أنه ميلة بضن إنه قصو نغضي حديثك وهذا تملأ ويفعله ماضي قلنا ملأ أبو أها سببته يفعله وقتمن وحوي حرف الحلق همساء إلامك كتيرا هذا إنه يأكو بالله أنه محاضرا يقرأ بعضنا نساء وآخرية يقرأ وآخرية قال تعالى اللي أياري فأولئك كواسي يقرؤون ويأخريا كتابهم كتاب كوغا ولا يظلمون لنا الظلم من مايو فطيلا شيرنا لنا الظلم من مايو يقرؤوا فعل مضارع يفعل كيمد قراء أي ماضي أها سببته يفعل كيمدنا ولكونه مهموس اللامي يابار لغو باللوضي سيدا ما شهد إنه موقتا إن شاء الله تعالى علم عشر كيني هلكا أي إنه جوغي دونا هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد.